وقرروا ان هم اختاروا فريده الطلاق هيتم. طلاق ايه يا حماتي؟ فريده انت موافقه على الكلام ده؟ ما تتكلم يا حمايه. ما هو انت برضه يا حسام يا ابني غلطت غلطه كبيره قوي. والله ما ليا ذنب والله. ما تتكلم يا زفت. الموضوع كله كان تهييس في تهييس يعني، واحنا كنا متدهولين ومش فاهمين اي حاجه. ما انت صاحبه لازم تدافع عنه. الا قول لي بقى، انت كمان اتجوزت على مراتك ولا لسه؟ يا حماتي يا حماتي، في فرق لما اتجوز بارادتي ولما اتجوز من غير ارادتي. المهم انك اتجوزت. فريده ما تظلمنيش، انا بقالي يومين ما نمتش بسبب ان انت مش في البيت. حسام اسكت ولا كلمه. كملي انت يا لطفي. فريده بنتي ست البيت هنا، انت تنسى خالص اوضه النوم، كراكيبك هنرميها لك بره في اي حته. المدام اللي قاعده دي تعرف حدودها كويس قوي. الدور الفوقاني ما تعتبوش خالص، ومحدش يخرج من اوضته بعد الساعه 7. طب ما تعلينا حظر التجول بالمره. انا مش قادر يا عمي، انا مش قادر، انا مش هقدر اعيش في الهبل ده كتير. انا حطرد البنت المجيده دي ويعملوا اللي عملوه. ما تقدرش، السفاره مش هتسكت، هيرفعوا عليك قضيه ويبهدلوك طبعا. ده جواز بيسجل صوت وصوره. جرى يا عمي، انا مش فاهم انت ليه قلقان من المحاكم والقضايا. مش حال لازم كنت تشوف فريده دي؟ لا ديب ولا تعلم يا ابني، افهم. ده انا ما صدقت رجعت فريده البيت بحجه ان احنا مش ناقصين فضايح. تقوم انت عاوز تعمل فضايح واواضي كمان، وانت ناسي شغلك. ياه، هيفسخوا العقد وسمعتك هتبقى هبان. خلاص يا عمي، انا هاخد البنت دي ونروح لابوها ونحل المشكله ودي هناك. برضو لا. يعني ايه؟ ايه ابني افهم افهم. انا بصراحه نفسي قوي اللي اسمها مجيده دي تقعد كمان شويه في البيت. انت اصلك ما عندكش اي فكره ايه اللي حصل لفريده بنتي يوم ما شافت مجيده نايمه تحت رجليك. ايه ده؟ هي شافتنا يا عمي؟ طبعا شافتك، وكانت هتتجنن. انا ابني عارف فريده بنتي كويس. مسألة وجود ست تانية في البيت وإحساسها إنها ناوية تاخدك منها، ده اللي هيشعل الحب في قلبها تاني ويخليها تعرف قيمتك بجد. يعني إيه يا عمي؟ أدوس؟ يا ريت. دوس يا ابني على قد ما تقدر. أجمل الطبيعة الغناء. آهم، يا له من معس القص. هكذا تكون الأرجيلة ولا إيه؟ أين الشاه يا امرأة؟ ما هذا؟ ألم تسمعيها بعد؟ كتبتوها؟ حسناً، لا بأس، لا بأس. لحم طيب. ألم تجلسي لتتناول اللحم معي؟ لا يمكن أن أكل وزوجي يأكل. يا خبر أسود، هكذا تكون الزوجات؟ تباً لزوجاتي هذا الزمان؟ مجيدة، لقد تعبت يداي. لا أقدر على حمل الطعام لإدخاله في فمي. تبّل لنساء هذا الكمباوي؟ تبّل لنساء هذا الكمباوي؟ مجيزة، لقد انتهيت. أريد أن أغسل يداي. ما العمل؟ ما العمل يا مجيزة؟ ما العمل؟ مشلول. هكذا يكون الغسيل؟ هكذا يكون الغسيل؟ تبّل لنساء هذا البيت؟ غسيل. خسيت مريضة. المدعي يا مريضة، المدعي المدعي يا مريضة. فايز، سمع حاجة؟ ده بيتهيألي صوت التلفزيون اللي تحت. لا، ده مش صوت التلفزيون. أيوة عندك حق، ده صوت الولية اللي هو جايبها. يخرب عقلك، انا قلت لك دوس بس مش قوي كده. انت عمال تقول ايه؟ مفيش بقول فعلا بصوت التلفزيون. لا كده كتير، انتوا هتسكتوا على الكلام ده؟ اسكت ايه؟ ليلته سودا ان شاء الله هو وهي. يلا اسكت. مجيدة انا عمري ما شفت كده في حياتي. انت لا ترى شيء بعد، اصبر حتى انتهي. يا عمي ما تيجي تعمل فتله ولا تاخد لك فوطه سخنه؟ هو
الحقيقة أنا عاوز أظبط القطف. إيه؟ لا قصدي القطف وقعت. ايه ده مجيدة؟ انها مشروب مفيد؟ مفيد اه. بص عليها مجيدة. ايه يا مجيدة مالك؟ غزاء. غزاء ايه؟ دي مجنونة دي ولا ايه؟ اتفضلي البيه. فاكر نفسه بورتو مارينا، بجد ما عندوش دم. اما انتوا امركوا غريب، حقيقي امركوا غريب. الله، انتوا مش قلتوا يعني هتستحملوا الفتره دي لغايه ما موضوع الانتخابات يخلص؟ خلاص بقى ما تشغلوش نفسكم بيه. احنا مش شاغلين نفسنا بيه، بس المفروض نحترم المكان اللي هو قاعد فيه. اكيد بتعمل ايه؟ غزاء. يا نهار اسود غزاء. غزاء ايه ده؟ الارنب بتاع الواد مريم ده الجيران، حرام عليكي. ايه بتدافع عنه ليه؟ بتدافع عنه ليه؟ مش هسمح لك تعملي كده قدامي. مش هسمح لك تعملي كده. نور سلطان باشا. نور. والله الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. حلو ده والله. انا فرحان لكم قوي والله. فضل بيه. الله 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 الله. ايدك يا صلح. دي بتاعت اللي كان. ايدك يا صلح. اتفضل. حرمش. الله الله على الجمال. ايوه شد اكتر. الله عليك. الله. حرمك من حاجه انا؟ ده ايه الحنيه دي؟ المعسل الحنين على الصدر بطريقه بصراحه دلع 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 يا حسام بيه يعني. ما دي خلطه سريه عاملاها مجيده من مخلفات الحمار المخط. ايه ايه؟ بص يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل. فرح ليلة هنا وسرور، وعروسة زي القمر، والورد في البنور، وعارتنا زايد نجف زايد علينا نور. ايه ده؟ يلا ام حلاوتك يا سلطان، حلاوتك ده طلعت عوزه. امال كنت منكد علينا في الاسم ليه؟ شد بقى. تعالي. انا هروح اطردهم كلهم بره. لا ما تقدريش، لان البيت بيت حسام زي ما هو بيتك بالظبط. وبعدين لو عملت كده يا حبيبتي ممكن قوي السفاره ترفع قضيه على حسام ويبوظ كل اللي عملناه. طبعا امال ايه؟ وساعتها بقى يبقى مبروك على نيفين بالانتخابات. خلاص خلاص بكلامك البايخ ده. بصراحة ريحة الشاوي دي أحسن ريق جاي يعني من بعيد كده، عايز أقوم أهجم. النهاردة أنا هدوقك فخد الكونغر. مالكش في الكونغر أنت، ليك في السحالي طيب؟ انت فضلت مساح ديزرتك. كيس فاضي الله يخليك. شمير ريحه الاكل. وده اكل ده يا بابي؟ ده عك. عك؟ ما بلاش انت، بلاش انت تتكلمي في المنطقه دي. بلاش، اللي ما شفتك مره داخله علينا بطبق بيض مقلي.
سمعتيش على حاجه اسمها دراير؟ معقوله بتنشري الغسيل في الجنينه؟ ملابس زوجي يا جدار الشمس. والجيران يقولوا علينا ايه؟ انتي ما فيش مخ كده خالص؟ اتفضلي خدي الهدوم دي وخشي على جوه. المهم ملابس زوجي. دي برضه بتقولي زوجي عشان تنقذني؟ اهي ملابس زوجك اهي. هذا تصرف غير محترم. انا مش محترمه؟ انا مش محترمه؟ لو انا كمان اتصرفي. اتفضلي اطلعي بره بيتي. ايه في ايه يا فريده يا بنتي؟ صوتك جايب لاخر الدنيا. الهانم فاكره نفسها ساكنه فوق السطوح. شوف لنش الغسيل فين. ايه يا جدعان اللمه اللي هناك دي؟ الله جرى ايه يا عمي؟ ما تسيطر على حريمك. على فكره يا جدعان الجنينه باظت كده. مبسوطه صوتك طلع طرزان من الخيمه. كان يوم اسود لما جوزتك بنتي. انت بقى ما ينفعكش ابدا للاشكال دي. ليه اسماء بتضربك؟ لا ضربي عادي هنا يا مجيده، ضربي عادي ما فيش مشكله. وعلى فكره نضربك انت كمان كده مش عادي يا جدعان. امسحيها ابوس قلنا مين؟ معلش يا جدعان، يا جدعان مش هعرف اسيطر عليها يا جماعه، مش